ومعنا ايضا يوسف، نخليوك تقدم الضيف اللي معنا اليوم. جرينا بزاف باش دينا معنا اليوم. حارس المنتخب الوطني سابقا، حارس الوداد البيضاوي، نادي البيغري. البيغري كيقول لك انا عافيني، ملي كتقول له الميكرو كيقول لك عافيني عافيني، خليها مره اخرى صافي. الحقيقه نهار كبير هذا، كيحضر نادي البيغري معنا اليوم في البرنامج في على راديو مارس. يعني الخارجه ديال نادي المغياغري يمكن محسوبه، وديما كياجل نادي الغدا، خلي من بعد يعني كنوعدك، واخا من بعد شهر جاي شهر مورا صافي، دابا ما غاديش نتفقى نادير. طبيعة الحال نادير، اهلا وسهلا، مرحبا بك، شرف لينا باش تكون معنا اليوم. بارك الله فيك، وشرف كبير لي انني نكون هنا في حاضر مع الاخوان، واتمنى تكون حلقه ممتعه ان شاء الله. ابو زينب نادر واللي مروه زينب ومروه وزينب، وفي انتظار مولوده جديده ان شاء الله نادر ان شاء الله. الحديث حول المنتخب الوطني المغربي كما قلت، مباراه ديال الامس. فالمستمع الكرام، المشاركه في حصه اليوم فالرسائل النصيه القصيره 50-30، ثمن الاس ام اس هو استدرام تي تي سي، التواصل معنا 50-30. ضيوف ديالنا الكرام، وفي انتظار الالتحاق ديال سي شمامي اللي غيلتحق بنا بعد لحظات. ايضا نادر، فما فوتوش فرصه باش التعازي ديالنا للاطار الوطني هشام الادريسي. بطبيعه الحال من هذا المنبر تنتقدم تعازي الاخ هشام الادريسي اللي توفات الوالده ديالو اليوم، وتصلت كنت هضرت معه امس، كان في المستشفى، ونتمنوا يعني العزاء لخونا الصبر والسلوان، والله يرحمها ويصبرهم ان شاء الله. سي سعيد. نعم، تعازينا لهشام الادريسي، وهذه سنه الحياه، يعني لله ما اعطى ولله ما اخذ. فنتمنوا بان يكون الصبر هو عنوان ديال هذا المفقوده، وان شاء الله يعني يكون يعني البقيه في العائله الاخرى. وكانت وتعازينا الحاره للسي هشام. الاسره ديال رحيله يوسف، وتعازينا الحاره بالاضافه لهشام الادريسي، تعازينا الحاره لطاهر الرعد اللي توفات الوالده ديالو اليوم. يعني مصاب، يمكن يعني نقولوا هذا قضاء الله وقدره، يمكن نكونوا كنتقبلوه ب ما حدنا مسلمين كنتقبلوه ب بطبيعه الحال في السنه هذه. يعني نتمنوا يعني يسكن الله فسيح جناته. فطبيعه الحال وتعازينا الاسره ديال الراحله. فبدايه تحدثوا على المباراه ديال الامس، سي سعيد كيفاش تبعت انت المباراه ديال المنتخب الوطني المغربي؟ وفي حد ذاته بعد واش منتخب اللي خرج من سباق التأهل النهائيات كاس افريقيا، يعني ادوار يعني اولى، فواش فعلا محك كان محك حقيقي بالنسبه للعناصر الوطنيه؟ يعني في اول الامر الانتصار هو شيء ايجابي يعني في حد ذاته، رغم ان المقياس يعني في بعض اللحظات يغيب عن المنتخب الوطني، لان منذ البدايه ديال المباريات الوديه يمكن ما تقارناش مع منتخبات قويه اللي يمكن كتشكل القوه الضاربه في القاره الافريقيه. ولكن هذا ما كيمنعش بان في بعض الاحيان ان الانتصار كيعطي شيئا ما من الثقه، رغم ان عناوين المنتخب الوطني يمكن حتى وانك تلعب في المباريات الوديه وتنتصر على منتخبات قويه، فالنادي المغربي هو اللي مجرب اللحظه فاش كتكون المنافسات رسميه، يعني ملي كيكون المنتخب الوطني يعني داخل الغمار الرسمي، انذاك غنشوفوا القيمه ديال المنتخب الوطني، واش هذه الاستعدادات كانت ايجابيه. ويمكن حتى ضيق الوقت حتى هو عنده العامل ديالو. هذا السؤال يمكن يتوجه نادر. نعم. سي سعيد، واش فعل منتخب اللي خرج من السباق ديال يعني تاهل نهائيات كاس افريقيا من ادوار متقدمه، منتخب افريقيا الوسطى، يعني منتخبات يمكن نقولوا متواضعه، والمباراه ديال الامس كيفاش يمكن تعتبرها انت نادر؟ مباريات رسميه، مباراه في مواجهه منتخب اللي يمكن خرج من ادوار متقدمه. كي قال الاخ قال في الاول، اهم شيء هو ذاك الفوز باش يعطي واحد الدفعه للاعبين. وما نساوش بان المنتخب ما لعبش بزاف ديال المباريات من نهار تعين بادو الزكي على راس المنتخب، كذلك التغيير ديال التشكيله كل مقابله بحكم الاصابات بحكم الغيابات، يعني باقي ما لعبناش بالاكيب ديال اللي غنقولوا 100% جاهزه في المقابله ديال افريقيا ان شاء الله. ولكن هذا ما تيمنعش على ان الجمهور هو اول سند ديال المنتخب. خاصنا الصحافه خاصها تساند في هذا الوقت هذا، ماشي غادي نبقاو نقولوا دائما اننا لعبنا ضد منتخب ضعيف، لا راه ربحنا افريقيا الوسطى حيت ما كانوش ولا فريق، لا راه الاجواء راه بحال غير هي اللي تتزاد في الرسميه، تتكون الضغط الجماهيري اكثر من المقابلات الحبيه،
وانا من هذا المنبر تنشكر. هي ندير واحد القضيه، الا ربحنا منتخب حصه كنقولوا بان هذاك الخصم كان ضعيف، خسرنا كيقول لك المنتخب ديالنا ما كاينش. انا نعطيك مثال بسيط، تعادلنا مع قطر قالوا راه ما عندنا والو، راه منتخب ضعيف. كنا ربحنا قطر بحصه نقول لك لا راه قطر منتخب ضعيف. احنا دائما تمشيو في هذا النهج هذا، علاش؟ لا بالعكس، نربحوا واعطينا حافز وندعموا المنتخب وندعموا المدرب باش نكونوا واجدين في المنافسه الحقيقيه ونكونوا جاهزين. وبهذه المناسبه تشكر داك الجماهير اللي مشات الباحل امس الملعب وساندت المنتخب. وواحد الحاجه اللي كانت تتوقع دائما هي ان لا منتخب الا ما ماركاش في ربع ساعه الاولى الجمهور تيدور عليه. علاش؟ راه مقابله راه فيها 90 دقيقه تيصفر الاربيط. بالعكس نشجعوهم، الا شجعناهم ونعطيهم واحد الدافع باش يزيدوا لقدام. اما ملي تتبقى تعاير في اللعاب ولا هذا راه تنقص من المعنويات ديالو، ومسكين هو راه حاضر جسديا في الملعب ولكن ذهنيا راه ما كاينش. نادر هذيك القضيه ديال ولا حنا غنمشيو غنقدموا شي يعني كاين لاعبين كيلعبوا في الدوري الفرنسي الدوري الاسباني، يعني هاد الامور ما كنتوش كنعرفها انت في المنتخب. يعني كل هاد الهضره هادي خارجه على المنتخب، هادي ما كاينش هاد المشكل هذا. يعني كلنا خوت، تجمعنا قميص واحد، تجمعنا على درابو واحد، بهذا المعنى درابو المغرب هو اللي تجمعنا. كاين الناس يقول لك لا هذوك المانيا بوحدهم، لا هذوك اسبانيا بوحدهم، ما كايناش هاد الهضره، راه كلنا بحال بحال. وكاين عاوتاني اللي تيقول لك انا راه ما يقدرش يتفاهم مع ذاك اللاعب حيت تيهضر باللغه اخرى، راه كره راه تتفاهمها بالاشارات، راه ما كايناش الهضره. والحمد لله انا تنقولها ونعاودها، من نهار كنت في المنتخب وعاشرت العديد ديال اللعابه، يعني كل شيء خوت احترام ديال مجموعه من اللاعبين الاحترام ديالهم، يعني فرطي الاحترام ديالهم. نادر اللاعب مين كتلقى؟ يعني كاين مؤخرا نادر شفنا منير حدادي، شفنا حاليا بالعربي كتلقى لاعب، يعني ولات ديك القضيه ديال المزايدات لا جيل جمال من جيل المنتخب. هذا المكان اللي جالس فيه انا الا جبدتو الارشيف غتلقاني بانني قلت اللي بغى يجي المنتخب مرحبا به، واللي ما بغاش راه ما غاديش نمشيو نطلبوه. لحقيتاش حنا كرامتنا فوق كل شيء، بلادنا هي الاولى. اللي بغى يجي نرحبوا به وحنا على الراس والعمه، وما بغاش يجي راه من حقه المشروع هذاك هو يعرف طبيعة الحال. ونزيد كناكد لك على ان الجامعه دائما توظف الظروف الملائمه باش اللاعبين يجيو ويلقاو راحتهم. يعني هذاك اللاعب اللي ما بغاش يجي راه تتبقى مسؤوليته هو. زكي في هذه الفتره نادر واش كاين يعني ما كانش بان كاين ذاك الوقت ولا كاين مجال باننا يعني يكون تفاؤل بجميع بطبيعه الحال كاين. شنو محتاج دابا المنتخب في هذه الظرفيه؟ المنتخب خاص الصحافه تساندو وتحيد ديك لا راه منتخبات اللي تلعبوا معاهم ضعاف، خاص نزيدوا بهم لقدام. دائما حنا تنطيحوا من القيمه ديال المنتخب ديالنا. علاش؟ حيت تنتفرجوا في منتخبات اوروبيه راه ما وصلوش لذاك المستوى. باش واصلين هذوك؟ واصلين بالدعم ديال الجمهور ديالهم. انا تنقول لك انا بحكم التجربه ديالي لا مع المنتخب ولا مع الوداد، شكون اللي كان تيحفزنا حنا؟ حنا تيحفزنا الجمهور. اما الا ما جاش الجمهور ويبدا يسب فيك وتتلقى شي اربعه ولا خمسه الناس تيسبوا في شي لعاب تيمشيو ليه، يعني مقصود، يعني مسكين تيولي ذهنيا تيقولوا علاش انا كاع جيت لهذا المنتخب؟ هو راه جاي حاضر باش يؤدي واحد الواجب وطني، ولكن في الاخر ملي تيشوف بحال هكاك تيقول لك علاش حنا تنتعايروا؟ حتى حنا راه بشر، واخا هو راه لعب اوروب اللي تيلعب في اوروب ومدوز يعني لابريسيون ديال بصح، ولكن هنا خاصنا ندعموهم باش بالجمهور خاصو يحضر ويساندهم. واخا كاع نخسروا في هذه المقابلات الحبيه، كون خسرنا البارح غادي نقولوا عاوتاني خسرنا مع افريقيا الوسطى، وغادي نبقاو دائما في هذه الهضره. يعني لا نخسروا ونتعلموا من الاخطاء ديالنا حاجه يعني غتزيد بنا لقدام ان شاء الله. سي سعيد راه افريقيا الوسطى احنا ما بعدش عليها، خصنا نشوفوا الحقيقه ديالنا. راه حنا حنا الان في الرتبه 84 عالميا، الا لعبنا مع افريقيا الوسطى في 100 ولا شي حاجه راه ما كاين فرق كبير. الان كما قال السي نادير، وهي يعني هذا الالتفاف حول المنتخب هذا هو اللي بقى لنا يعني الارتكاز الوحيد، اننا خاص الكل يمشي في اتجاه واحد هو يعني مسانده المنتخب الوطني في هذا الظرف. هذا هو الحل ديالنا. دعموه تجي يعني كاس افريقيا يشارك ويسالي ديك الساعات هذه كلها. احنا كنتمناو، احنا ما عمرنا نشوفوا الامور كلها بنظاره سوداء، يعني يكون عندنا واحد الامال اللي كاين. راه انا نعطيك امثله، راه يمكن راه فور يعني منتخبات كانت استدعات غير باش تلعب غير كالدنمارك ديال في 2000 ومنتخبات ديال كالدنمارك كوب دوروب في التسعينات راه باش يعني يخلف واحد المنتخب اخر وخلق المعجزه. حنا
من هاد اللاعبين اللي كانت عندهم الاراده راه داك الشويه اللي كينقصهم يمكن يمشي لهم غير في الحماس. بان الا شتي فريق الرجاء البيضاوي في كاس العالم الان ما يمكنش تتكلم وتقول بان هذا هو فريق الرجاء البيضاوي اللي لعب، لان الكل كان كيتمنى ان فريق الرجاء البيضاوي من وراء كوتلونسي من وراء المباراه الاولى يمكن يودع. فشفنا فريق اخر المغربي دائما اللاعب المغربي، وما كنفرقوش اللاعب المغربي سواء اوروبي سواء انجليزي سواء فرنسي، اللاعب المغربي انه حب يحمل القميص الوطني فانه كيجي يمكن بالدرجه ديالنا كتزاد في واحد النقشه ملي كيكون ويلقى الجمهور وراه. هذا هو اللي كنتمناو، باننا الان نخليو يعني كل الانتقادات من رايي ونمشيو انتقادات كاينين التقنيين ديالها ونمشيو في الاتجاه الصحيح اننا نساندوا المنتخب الوطني من اجل تحقيق نتيجه ايجابيه اللي كيتمناها الشعب المغربي كله. راديو ماكس لا راديو دو سبور و دو لا موسيقى.